السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي 24 ساعة رياضة في كل مكان. أهلا بكم بعد مباراة يعني كبيرة من المنتخب الإنجليزي، منتخب الأسود الثلاثة اللي بيتفوق فيه على الأسود أيضا، ولكن أسود التيرانجا، أسود أفريقيا، السنغال بطل أفريقيا والمتأهل على حساب المنتخب المصري إلى مونديال قطر 2022. ولكن منتخب الأسود النهاردة بيفاجئنا، طبعا أسود السنغال أقصد، يعني خصونا طبعا لانهم اسود افريقيا، المفروض كل افريقيا كانت النهارده في ظهر السنغال زي ما هتكون في ظهر المنتخب المغربي، لكن النهارده اداء غريب جدا من المنتخب السنغالي، اداء غير متوقع من المنتخب السنغالي، رغم ان كل الناس كانت متوقعه اداء كبير للمنتخب السنغالي، كل الناس قالت انه غياب ساديو ماني لا يؤثر، ولم يؤثر على المنتخب السنغالي اللي قدر ان هو يفوز على قطر ويفوز على الاكوادور ويتغلب منه هولندا بعد مباراة كبيرة قدموها في دوري المجموعات. لكن منتخب انجلترا النهاردة اصبح يعني زي ما بيقولوا كده بيظهر في وش منافسينه وبيقول لكل انا موجود. منتخب انجلترا السنة دي او هذا المونديال بيقدم كرة جيدة، بيقدم عروض مميزة جدا الحقيقة على المستوى الهجومي بالتحديد، كمان هو اقوى خطوط البطولة الهجومية اللي مسجل اكتر عدد من الاهداف، 6 في منتخب ايران و3 في منتخب السنغال في ماتشين بس، 9 اهداف. لكن منتخب انجلترا الحقيقه يعني مع ساوث جيت بيقدم اداء جيد جدا، بيقدم اداء محترم جدا. لكن اللي فاجئني النهارده الاحصائيات بتاعه المباراه، احصائيات المباراه لا تدل على الاطلاق على سير احداث المباراه. لو جينا اتكلمنا ايضا عن تشكيله الفريقين قبل المباراه نقدر نقول ان التشكيله كفتها، يعني ما فيش فروقات كبيره، لعيبه منتخب السنغال كلهم لعيبه كبيره، كلنا توقعنا اداء كبير ونديه في المباراه. لكن المنتخب الانجليزي حسم الامور بدري بدري، ويعني جانب التوفيق برضو والحظ ساعد المنتخب الانجليزي النهارده ان هو يسجل هدفين في الشوط الاول عشان يقتل المباراه ويقضي على احلام وطموحات المنتخب السنغالي. طبعا التشكيله كانت النهارده في حراسه المرمى، تشكيله انجلترا بيكفورد في حراسه المرمى، جول ووكر في خط الظهر ناحيه اليمين معاه ستونز وماجواير ولوكشو، في وسط الملعب 3 ديكلان رايس واندرسون وبيلينغهام، في خط الهجوم ساكا، بوكايو ساكا وهاري كين وفيل فودن. النهارده ما بداش في مفاجاه كبيره ايضا، ما بداش ساوث جيت برحيم ستيرلينج مثلا، كان على الدكه. منتخب السنغال برضو بدا بتشكيلته بقوه الضربه بتاعته، في حراسة المرمى فيران ميندي، في خط الظهر سابالي وكوليبالي وديالو وجاكويز، في خط الوسط ميندي وسيس، وفي الخط الهجومي والأمامي دياتا وانداي وصار إسماعيل صار وإنديا. طبعا الإحصائيات اللي أنا عايز أقولها لحضراتكم دي لا تدل على الإطلاق على خط سير المباراة. لو قعدنا نتفرج على المباراة دي يومين قدام السنغال ما كانتش هتسجل، لكن الأرقام اللي هقولها حضراتكم دلوقتي مع تقييمات اللاعبين هتخليكم تفكروا 100 مره هل الارقام بيكون ليها مدلول في نتائج المباريات. يعني النهارده مباراه خلصانه 3-0 لمنتخب انجلترا، وبالمناسبه قبل ما نخش في الارقام في مواجهه ناريه لانجلترا في دور الثمانيه. انجلترا هتقابل مين؟ هتقابل بطل العالم منتخب فرنسا حامل اللقب، في مباراه هتكون من اقوى مباريات هذه البطوله، لانه كل الناس قالت طبعا على هولندا والارجنتين مباراه قويه جدا، لكن انا بقول لكم المباراه بتاعت انجلترا وفرنسا هتكون من اقوى مباريات البطوله الحقيقه، يعني لانه منتخب فرنسا منتخب على المستوى الهجومي قوي جدا، منتخب انجلترا قوي جدا ايضا على المستوى الهجومي، فالاثنين هيكونوا واقعين في اختبار القوه الدفاعيه. هل لما يتهاجم كل منتخب فيهم من الفريق الثاني هيصمد دفاعيا ولا لا؟ حارس مرماه هيشيله ولا لا؟ وانا هنا هقول ان منتخب فرنسا ممكن يتفوق بقوة حارس مرمى أوجو لوريس. أوجو لوريس النهاردة في ماتش بولندا شال كورتين من ليفاندوفسكي وميلك، الحقيقة كانوا ممكن يخلوا منتخب بولندا يركب المباراة، لكن هنا قوة حارس المرمى فرق مع فريقه جامد جدا وخلى فريقه يعدي ويقدر يسجل أهداف، لأنه الكرة اللي راحت عليه قدر إن هو يتعامل معاها بشكل جيد جدا. فبالنسبة لي أوجو لوريس أقوى بكتير من بيكفورد، فبالتالي أوجو لوريس
ممكن يبقى نقطة القوة ونقطة التحول لمنتخب الديوك الفرنسية أمام المنتخب الإنجليزي. تعالوا بقى نخش على إحصائيات المباراة. نسبة الاستحواذ 61% لصالح إنجلترا مقابل 39% لصالح السنغال. إجمالي التسديدات ودي اللي أنا عندي يعني هتوقف عندها شوية. 7 تسديدات لإنجلترا سجلوا منهم كام؟ 3 أهداف في مقابل 10 تسديدات للسنغال، تسديدة وحيدة بين الـ3 خشبات. تخيلوا الفاعلية الهجومية، وده الفارق ما بين المنتخبات الأوروبية والمنتخبات الأفريقية. المنتخبات الأوروبية فعاليتها على الجول وإيجابيتها على الجول أعلى بكتير. المنتخبات الأفريقية زي السنغال، الكاميرون، نيجيريا، الجزائر، المغرب، مصر، تونس، كل المنتخبات دي عندهم كمان إمكانيات كبيرة، لكن فعاليتهم وإيجابيتهم على الجول ما بتخليهمش ينهوا الماتشات الكبيرة، وده الفارق. طيب التسديدات على المرمى 4 تسديدات لإنجلترا بين العرضتين والقائم وبين العرضة والقائمين، وتسديدة واحدة للسنغال زي ما قلت لحضراتكم. تسديدات خارج المرمى بقى 3 لإنجلترا 6 للسنغال، 6 تسديدات خارج المرمى خالص. فما فيش فعالية ولا إيجابية خالص، ما فيش تركيز، ما فيش ثبات انفعالي عند الفريق الفرق الأفريقية بشكل عام. التسديدات اللي تم اعتراضها من الدفاع ولا تسديدة للمنتخب الإنجليزي، وتم اعتراض 4 تسديدات للمنتخب السنغالي. الفرص الخطيرة، منتخب إنجلترا صنع 4 فرص خطيرة، منتخب السنغالي صنع فرصة واحدة بس. ضربات الركنية متعادلين، 3 ركلات لكل فريق. العرضيات 15 عرضية لفرنسا 13 للسنغال. التمريرات 589 تمريرة للمنتخب الإنجليزي مقابل 368 تمريرة للمنتخب السنغالي. المخالفات 12 لصالح إنجلترا و16 لصالح السنغال. تصديات حراس المرمى النهاردة واحدة لواحدة، مندي شال واحدة وبيكفورد شال واحدة. طبعا افتكاك الكرة او استخلاص الكرة، انجلترا تفوقت بشكل كبير جدا في الصراعات الثنائية، وده برضو يعني شيء غريب بالنسبة لي، لان المفروض القوة البدنية تكون اكتر عند المنتخب السنغالي. فبالتالي افتكاك الكرة 21 كرة لفرنسا لانجلترا مقابل 11 كرة للمنتخب السنغالي. طب تعالوا نشوف كده قبل ما نختم مع حضراتكم مين هو نجم المباراة. التقييمات قدامي غريبة جدا، في ناس واخدة 7 وهي ما عملتش حاجة خالص في المباراة، وفي واخدة ناس واخدة 6.1 وهي تقريبا كانت مقدية مباراة عالية جدا. لكن تقييمي الأعلى النهاردة رايح لفيل فودين. فيل فودين النهاردة هو رقم 1 بالنسبة لي في الفرقتين، واخد تقييم 8.4. بالنسبة لمنتخب السنغال أعلى تقييم هو إسماعيل صار، واخد 6.9، ما يقرب من 7. هارد لك للمنتخب السنغالي، هارد لك لأسود التيرانجا النهاردة. مليون مبروك للمنتخب الإنجليزي عبوره لدور الثمانية وضرب موعد تاريخي مع المنتخب الفرنسي في دور الثمانية إن شاء الله في مونديال قطر، في انتظار مواجهات قوية ونارية إن شاء الله ومباريات ممتعة هنغطيها معاكم على صفحتكم 24 ساعة رياضة. تابعونا دايما في تغطية المونديال المباشرة والحصرية على مدار 24 ساعة. كنت معاكم محمد إبراهيم، أشوفكم إن شاء الله في لايفات أخرى. إلى اللقاء.